ما تخش تشوف سيدنا لو كان عايز حاجة وقول له. هقول بس يا ريت يوافق. هيوافق. ادخل. كتر خيرك يا مولانا. وبعدين يا حاج عشان استبارك يا سيدنا. سيدنا سيدنا هو سيد الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى. أيوة يا شيخنا، والله ما أنا عارف أقول لك إيه ولا أعد لك إيه. قابلت ناس زي نصابين كتير مش كده؟ أيوة يا شيخنا. ما فيش أسهل من إنك تنصب على الناس باسم الدين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لحد دلوقتي. مش يمكن أكون منيهم؟ لا لا سمح الله، ما تقولش كده. ده لو فيه اتنين تلاتة منك كانوا مالوا الدنيا دي كلها خير. وانت تعرف العفش من الزنك ايه؟ من السبحة والدقن؟ ما يعلمش المخفي جوا القلوب إلا اللي سطر المكتوب وختم القلوب. بعدين أنا ما عملتش حاجة لولدك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أراد له الشفاء. على يدك يا سيدنا. استغفر الله. هو ربنا محتاج عبد من عباده يقول للشيء كن فيكون. صدقت يا شيخنا صدقت. بقول يعني الناس بره نفسهم يشوفوك ويستباركوا بيك وفاكرين ان انا اللي حايشك عنهم. لو هيضايقك بلاش. انا هصلي العشاء واسلم على طارق واتوكل على الله. لا ورحمه الغاليين ما يكون، عايزين نتمتع ببركاتك. بقول لك ايه، انا هبني لك بيت جاري وتقعد فيه. هتبني لي بيت؟ تعرف تبني لي بيت من غير سقف ولا حيطان؟ اللي انت عايزه قول لي عليه وانا اعمله. بعد العشاء هقول لك على اللي تعمله، روح لحبايبك. طيب مش هترضى عننا وتاكل من وكلنا؟ هاكل من وكلك دلوقتي يا مولانا يا بنت. بس يلا خلصوا، الشيخ عايز واكل. نابت برضو؟ لا نابت ايه؟ طلعوا كل اللي عنديكم، ان شاء الله تذبحي له خروف حتى. يسند قلبه دلوقت وخلي الخروف على العشاء. طب يلا شاهد وجوار. شباب عندك لحم قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجة. ها؟ جدع يا بنت يا شباب، ده الراجل عايش على نابت اسبوع. شوف ما دخلوش اللحمة وهو ياكل على كد نفسه. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا حاج. خطوة عزيزة. أهلا. ربنا يعز مدارك. أهل. والله كنت أدعي لولدك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال بسم الله ما شاء الله كل الناس هتحبه. عملك هو اللي نجاه وليه رجاله. كلامك مليح يا حاج، والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما هتدعي لعيالها. تفضل يا حاج. حي الله. تفضل تفضل. بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش الراجل يا بلاش يا بلاش. آه
مشهور.